اسبوع بيجي لنا لازم، ما فيش اسبوع انا نفسي ناخد من الفقره دي اسبوع اجازه. انا نفسي ما نذكرش كابتن، والله العظيم احنا اللي نفسنا ما نتناولش كابتن طارق حامد. كابتن طارق حامد اتكلمنا عن العنف وفكره ساخره حتى تناولها الجمهور موضوع الدبليو دبليو اي، ولكن كابتن طارق حامد في تحدي صارخ لكل الناس وللعيب اللي لسه بيشتكي ان هو كان مصاب اصابه ممكن تؤثر على مسيرته، عمل لقطتين في المباراه الاخيره فيهم لقطه تحديدا وكانه بيقول للجميع انا لن ارتضي بان اغير من هذه السلوكيات التي لا تنتمي لكره القدم باي صله. نشوف الفيديوهات. انتقلنا بقى لمرحله الكيك بوكسنج، اللقطه اللي فيها اعتداء على لاعب بيراميدز دونجا بالقدم بجد شيء غريب. احمد هيكلمكم في الشق التحكيمي، ولكن احنا بنصر ان احنا نرصد ان هذه السلوكيات غريبه جدا غير مفهومه، والاصرار عليها بالنسبه لنا كمان شيء اغرب. حابب اقول حاجه يعني فيها قدر كبير جدا من الحقيقه، كابتن حمدي فتحي ان شاء الله يرجع بالسلامه قريبا، لانه لاعب بادائه في مركزه ثبت كتير جدا لكل المتابعين ان الموضوع مش بالصعوبه دي ومش بالطريقه دي، وان انت تقدر تخدم فرقتك وتكون لاعب اساسي في المنتخب وتحقق بطولات من غير ما تسيب تاريخ من العنف الغير مبرر في كره القدم. هو بالتاكيد كابتن حمدي فتحي نفتقده فنيا تماما، وبالتاكيد هو ادانا ايقونه للمركز ده وربنا يرجعه بالسلامه. لكن حتى في مختلف الفرق، كل المركز سته في مختلف الفرق مفيش حد بالعنف ده. والفقره اللي انا بقول احنا مش عايزين نستعرضها هي فكره في الصندوق. يمكن احد البعض كتب يعني في جدال وخلاف بين رئيس لجنه الحكام ورئيس احد الانديه والامر ماشي بالسلاسه دي، طب ما يرجعوا يتفقوا ويتصالحوا يمكن الامر يتحل، لان احنا بقينا كل مباراه وكل اسبوع في اخطاء تحكيميه، ودايما الاخطاء التحكيميه بتكون لمصلحه الفرق اللي بتقابل نادي الزمالك. طرد واضح جدا وصريح لطارق حامد كان ممكن يغير من سير المباراه، وهنا لازم نقول ان الشيطان بيكمن في التفاصيل. انت ما لغتليش هدف، لكن انت ساعدت ان الفريق يلعب مكتمل ب 11 لاعب قصاد 11 لاعب. وعشان نكون منصفين ونقول اللي لينا واللي علينا، الكوره بتاعه محمد اللي ضرب فيها محمود علاء محمد فاروق، الحكام اثبتوا ان هي او اتفقوا على انها طرد، لان فيها عنف مبرر، عنف غير مبرر، فبالتالي الانذار ده كان المفروض يكون طرد، عشان بس نقول لنا علينا. لكن في نفس الوقت وقبل العنف الغير مبرر ده كان المفروض طارق حامد يتم طرده. بالمناسبه عايزين بس نفكركم بحاجه، ان نفس الكوع اللي خده محمود علاء ده خده الكابتن سعد سمير في منهائي كاس مصر من باسم مرسي، وبرضه الحكم ادى انذار واهدر او ضيع علينا مسابقه كاس. كعاده النهائيات اللي قدام الزمالك دايما بيكون في خطا تحكيمي فج بيعوق النادي الاهلي عن انه يحقق البطوله، سواء نهائي الكاس او نهائي السوبر وركله الجزاء الواضحه اللي كانت على محمود الونش. الاهم في الموضوع الاستوديوهات التحليليه والكابتن احمد الشناوي اللي تغاضى تماما عن فكره تناول الاخطاء التحكيميه اللي تناولها كابتن سمير عثمان، وكانه مش شايف حاجه. كان غريب جدا التصرف ده، وكانه بيؤكد علينا ان مصطلح جوه حاجه وبره حاجه محتاجين نقرره كتير يا كابتن احمد يا شناوي. كل التقدير والاحترام لحضرتك، بس يا ريت جوه يكون زي بره، ويا ريت تجيب الحالات اللي ما ينفعش نغفل عنها زي ما الكابتن سمير عثمان في تايم سبورت ما اغفلش عنها وجاب ثلاث حالات لطارق حامد، الثلاث حالات يستحقوا الانذارات. زي خلاص في كره ركله جزاء او شك في ركله جزاء لصالح بيراميدز، وعشان احنا معيارنا واحد من وجهه نظرنا الشخصيه هي ركله جزاء واضحه جدا، لكن بما ان الكابتن سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي الاثنين اتفقوا انها مش ركله جزاء، فخلاص مش هنتكلم فيها ركله جزاء عشان يكون معيارنا ثابت على مدار الموسم معاكم. وهيكون صندوقنا المره دي مفيش فيه نقط، لكن فيه تفاصيل ما ينفعش نتغاضى عنها. والحقيقه انا كتبت امبارح ركله محمد فاروق لمست ايد محمود فتح علاء، وكمان راحت بين محمد فاروق ومحمد عواد. استغربت جدا ان مفيش حد في الاستوديوهات التحليليه لا سال الكابتن سمير عثمان ولا سال الكابتن احمد الشناوي هو في عرقله حصلت بعد كده في الكره دي، لان محمد فاروق زق الكره برجله فاصطدم بمحمد عواد. انا من هنا مش بجزم انها ركله جزاء من عدمها، لكن كانت الكره مركبه
كنت اتمنى حد من الاستوديو التحليلي يسال الخبير التحكيمي عن استكمال الكره، ولكن الكل القى الضوء على فكره لمسه يد محمود علاء. اعتقد دي يا فارس اخر فقره السوشيال ميديا النهارده في فقره في الصندوق. نطلع فاصل ونرجع نستكمل.